الراديو 90-90 هواها مصر. حدوتة غنوة. وجينا الفقرة دلوقتي حدوتة غنوة، والنهاردة مختار لكم أغنية وحشتني. هنحكي لكم عن أغنية وحشتني اللي غناها نجم خالد عجاج وعاد توزيعها، وهي طبعا كانت بتاعة الفنانة الكبيرة سعاد محمد. هنقول سنة 95 انتشرت غنوة بقى لمطرب جديد اسمه خالد عجاج. الكلام ده في سنة 95، غنوة دي اسمها وحشتني. كنا بنسمعها في أي مكان، سواء بقى كان في فرح أو في أي موقف، تلاقي أي موقف ميكروباص هتلاقي برضو كان مشغلها، أي عربية كانت ماشية أغنية وحشتني عدد نجوم السماء دي هتلاقوها، كان في أي حتة، في فرح، في بيت، في عربية. الحقيقة بقى إن خالد عجاج كان وقتها مطرب جديد وما كانش مشهور، وأغنية وحشتني مش أغنيته أصلا. خالد عجاج قبلها كان عامل ألبومين، عامل شريطين يعني. أول شريط أو أول ألبوم كان اسمه شكا حكا بكا، كان الشريط ده مع شركة الأصدقاء بتاعة الحاجة حنفي محمود، والألبوم الثاني كان اسمه تعالى مع شركة فري ميوزك للمنتج ناصر محروس. لكن خالد عجاج لما عمل الألبومين دولت برضو ما اشتهرش الشهرة القوية. ليه بقى؟ لأن الخط اللي خده خالد عجاج في الألبومين مشي فيهم بسكة الشعبي، لكن في الألبوم الثالث اللي عمل فيه بقى أغنية وحشتني مع فري ميوزك برضو خد خط جديد، بدل ما يخلي الألبوم كله شعب صرف حط عليه لمسة طرب ورومانسية، وكان صاحب الخلطة ديت الموسيقار أشرف عبده الموزع الموسيقي. خالد اختار غنوة قديمة وقرر يعيد توزيعها. الغنوة ديت زي ما قلنا للفنانة الكبيرة سعاد محمد، وكانت الأغنية ديت ما كانتش معروفة في الأذان. يعني لما تقول مثلا أغنية وحشتني لسعاد محمد، الكلام ده في التسعينات، في ناس تفتكرها وفي ناس مش فاكرها خالص، يعني كانت أغنية منسية ومجهولة، في ناس كتير برضو ما كانوش يعرفوها يعني. لكن لما عاد توزيعها مع أشرف عبده وخالد عجاج بصراحة بقت أشهر حاجة عملتها سعاد محمد. بقى كل الناس تقول لك دي سعاد محمد هي اللي عملت أغنية وحشتني دي، أصل خالد عجاج خدها سعاد محمد ووزعها من جديد. على الرغم ان سعاد محمد غنت في فيلم مثلا الشيماء، يعني فيلم الشيماء، وطبعا مين ما شافش فيلم الشيماء، الفيلم الأغاني بتاعت الفيلم كلها كانت بصوت الفنانة الكبيرة سعاد محمد، لكن برضو محدش ربط الصوت مع الأغاني، لكن كله ربط الأغاني كلها مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد اللي هي كانت بطلة الفيلم، والناس نسيت برضو إن الصوت دوت ده صوت سعاد محمد. على فكرة سعاد محمد دي اتولدت في لبنان لأب مصري، وراحت سوريا وقدمت في إذاعة سوريا، وجت بعد واعتمدت هناك في إذاعة سوريا، وبعد كده جت مصر وغنت على فكرة أكتر من 3000 أغنية، وتعتبر كمان من أقوى الأصوات اللي أنت تحب كمان تسمعها. كان صوتها كده يعني مفهوش نشاز، يعني صوت صافي كده. سعاد محمد برضو ما خدتش مساحة كبيرة جدا من الشهرة، لانها على فكرة من نوع اللي هي كانت اسرية، اتجوزت 3 مرات وخلفت 10 اولاد، فركزت بقى مع اسرتها. ولما ماتت حتى في 2011 في ناس كتيرة جدا اتفاجئوا انها هي ماتت، لانها كانت على قرب 90 سنة، فكان في ناس نسيانها اساسا. بالنسبة بقى لأغنية وحشتني اللي احنا بنتكلم عنها دي، مؤلفها وملحنها كانوا 2 من الضباط، هم صلاح فايز وخالد الأمير، وكانوا عاملين دويتو مع بعض ومسمين نفسهم الإخوان زبطاني. عارفين انتوا الإخوان رحباني، حاجة كده زي الإخوان رحباني، فهم مسمين نفسهم الإخوان زبطاني. صلاح فايز المؤلف كان اكتشاف محمد فوزي لما عمل له كتب له أغنية اسمها بعد بيتنا ببيت كمان الحلو ساكن من زمان. والتاني طبعا خالد الامير درس ده في معهد موسيقى، وبعد ما دخل بقى الكليه العسكريه انضم، يعني بعد ما درس معهد موسيقى انضم للكليه العسكريه، وكان متزوج كمان الفنانه الكبيره ليلى طاهر، وعمل بقى مع صلاح فايز المؤلف في السبعينات دوتات جامده جدا، يعني عملوا تيم ورك جامد جدا، وكان اشهر كمان شغلهم الحب الحقيقي للفنانه الكبيره شاديه. وكده برضو يا قمر
للفنان الكبير هاني شاكر. طبعا وحشتني دي بتاعت سعاد محمد، ودي كانت حدودة أغنيتنا النهاردة.